صباح النور عليكم يا احلى متتبعات ديالي. اليوم بديت لكم هذا الفلوج من الصباح بالامواج. جينا هنا جبنا فطورنا الصباح ونوريكم بعض المآثر ديال الصويره. بقاو معايا مع الموسيقى ومع المناظر. والله الا تيتعدلو ليك الاعصاب وحق الله تتبدل لي الجو شويه بحال باش تاني تعاودي تاني بدايه مع الوليدات ومع الشقه تاني الوليدات وعرفتو تربيه الاولاد ما سهلاش. بقاو معايا حتى الختام على الفيديو. شكرا لكم بزاف كنبغيكم بزاف. هنايا كتسمى في صبيره هذه السقاله القديمه. هادشي الجو سخون وغزال بصحتكم. نتمنى يعجبكم هذا المنظر. هادشي سخون على مراكش بزاف. كنت لابسه جاكيت والله الا حيد سخون الجو. مراكش خلينا صراحه بارده حتى زعما الغطا ما تغطيناش البارح في العين. عرفت انا الشميشه دابا شحال الحراره. نتمنى من الله يعجبكم هذا المنظر وتشاركوا معايا النير ديالي كي غادي ندوزو. بالنسبه ليا انا بصراحه علم من كنشكي اي حاجه ضراتني كنشكي على البحر وكنخوي عليه قلبي وكيبقى كلشي في البحر. صراحه كتحسي واحد الاحساس وتخلي المشاكل فيه. والله العظيم عرفتي هذا المنظر المنظر فيها عرفتي تشهيت ليكم والله العظيم غزال
كنهضر فيه دابا انايا مع راسي وكنخطط لحياتي ان شاء الله. الله يوفقني لداكشي اللي مخططه ليه، اللي نحققو الوالديه والوليداتي ان شاء الله والبيت ديالي. اتوقع الله يلا من الرائع كرهتكم شكون كنتو كاملين معايا والله العظيم. صراحه ما كناش معولين على هذا البروغرام، والله ما معولين عليه، داكشي جاي صدفه جو في غي صافي. كنت صعب ساعتها علي قال لي يلا نمشيو نتفرجوا شويه، شافني شويه كنستريس مع الدراري وعرفتي اللي عنده تربيه وكيبات سهران وكيبات، يعني قال لي نفوجوا شويه. وصراحه والله الا فوجتو سرحت شويه، واخا راه معايا نيت ولكن ماشي بحال، يعني ماشي تبدل الروتين تاع الدار والشقه. صراحه حكمت علينا البنت، قالت لك ما بغاتش الحوت، بغات قالت لك لي فريت وبغات سلطه وبغات قالت لك كفته وبغات سوسيس وبغات ما بغاتش الحوت. حكم في الجنه وصافي هذا هو بغدانا. المهم لا شبعت الكرش اش تدق صراحه ما سخيناش دابا صافي. الخمسه هذيك دابا خمسه تاع العشيه صافي توجنا باش الله نجي. عرفتي الدراري قاريه حدا بنتي صافي. دابا ركبوا في الطوموبيل ونمشيو نشدو الطريق الله يدينا على خير. صراحه الجو مزال عرفتي، راه حراره نتوما نشوفوا خمسه باقي الشموشات والله الا واحد الحراره. عرفتي كنت لابسه الجاكيطه وحيدتها والباركينغ عرفتي عامر ديال الطوموبيلات الناس جايين. بعدا خطفنا هاد الاختفاء المهم فوجني شويه الحمد لله، يعني نبدلو غير الروتين ديال صراحه مدرسه تجي جي بنون اش بغيت تغدا تاني واخا تيسالي الدجاج واش نتوما تتوقع لكم. دابا هي تتسالي الدجاج وداكشي وكنفكر دابا ما عرفتش بين ندير لها الغدا الصباح، واش طبليتها صبنتها ولا مازال، واش نتوما الله يسمح لنا من الوالدين ديما تيبقاو هما اللي عازين اللام. اي والله يخليهم لينا والله يخلي لنا والدينا. ونتمنى ان شاء الله تكونوا تفجتوا معايا في هذا الفيديو وريتكم. وتا انا بدلت يعني بدلت الجو بزاف، يعني تيفوليتي شويه، يعني حيدت الروتين ديال المدرسه وتجي وجيب والكوزينه وصراحه جبير. نتمنى تعجبكم والله يسهل على اي واحد والله يفرح على اي واحد. قول لي اختكم عليا دابا غادي نركبوا ان شاء الله ونمشيو غدا ان شاء الله نحط لكم لا فيديو العشيه. غادي نمونطي حتى نوصل في الليل ونعس ولادي، وغادي نمونطي باش تفرجوا في لا فيديو غدا ان شاء الله. وشجعوني بلي زابوني هادشي كامل على قبلكم، راه ما ساهلش تتصوري والوليدات وكلشي باش نشارك معكم اي حاجه زوينه درتها. قول لي اختكم عليا وانتم تبقوا معايا مع الطريق نوصل ان شاء الله ونكمل معكم لا فيديو تاع الطريق و... يعني واش درت فاش وصلت. بقاو معايا ما سخيتش بكم، كنبغيكم بزاف. باي باي.
الله صراحه ما بقيتش كنجي نصور لكم قبيله فاش الله جينا عرفتوا الدراري صغار وداكشي والله العظيم الا بحال ساليت والله حتى نوريكم شحال في الساعه شفتوا 11:30 الليل هادي يعني باش نعس ولدي مازال بنتي فاش جينا دوشت ليها وداكشي وشت مع شي حاجه في القرايه يعني نعسات اما ولدي والله الا بحال نعس دوشت لهم بجوج درت لهم عرفتي ما ساليتش والله عرفتي الحوايج كلهم حطيتهم هنا انتم كنت تشوفوا غير كنت تشوفوا هنايا الفاليزه حطيتها شفتوها البنت ليكم حطيتها هنا باقي عرفتي كلشي بيت صبن عرفتي كلشي فيه ريحه الحوت ديال الصويره كلشي فيه ريحه الحوت صافي دابا انا غادي نسد معكم لا فيديو داكشي علاش بغيت نصور حتى نعسو الدراري بغيت نصور معكم لا فيديو ونقول لكم شكرا لكم بزاف 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 ونتمنى من الله تكونوا فوجتوا معايا شويه المهم بدلتوا معايا الجو راه بحال اللي معايا كنصور لكم بحال اللي معايا وصراحه كما وعدتكم ياك دابا 11:30 هادي الله بغيت نسد لا فيديو وبغيت ندير المونتاج انتو شوفوا حطيت حتى الدراري ناسين ما عرفتش راجلي غدا خدام بكري ها حطيت المونطا هنايا ديالي باش نمونتي لكم لا فيديو باش نبقى عند الوعد ديالي لكم والهلا يخطيكم عليا ما تنساوش اللي دخل جديد للقناه ما ينساش ليا لي لايك وما ينساش لي كومونتير وبالنسبه للناس اللي تي كيتفرجوا فيا ما دايرينش ابوني كي نقول لكم ديما تيتفرجوا ما تيديروش ابوني يديروا ابوني كاين اللي ما تيعرفهاش راه تتكون حمراء يورك عليها ويورك على الجرس تيبانوا ليه الوجينات باش يوصلوا اي جديد درت وهنا خطيكم عليا وشكرا لكم بزاف 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 من فضلكم وصلت ل 1000 ابوني عقوبه ان شاء الله 10000 ابوني علاش لا عقوبه ل 100 كا عقوبه للمليون اللي يرضى بالقليل غادي يرضى بالكثير الحمد لله انا فرحت بال 1000 ابوني وان شاء الله عقوبه ندير شي حفله في 10000 كا ندير في 100 كا وبفضلكم نتوما اللي غادي نوصلوا نتوما اللي غادي توصلوني والهلا يخطيكم عليا واي حاجه اي حاجه حبيتو نديرها في لي فيديو اللي كندير كتبوها لي في لي كومونتير على الراس والعين وباقي الناس اللي كيصيفطوا لي في الانستغرام كيصيفطوا لي باش ندير فيديو خاص باش نعرفكم راسي شحال من واحد ما عارفنيش وتيسولني اسئله بزاف ان شاء الله غادي نكون عند الوعد ديالي وغادي ندير فيديو خاص غير بالاسئله ديالكم في الانستغرام واللي عنده شي سؤال يدخل الانستغرام ويصيفطوا لي ولي ما عندوش الانستغرام ديالي كوتار فلوغز بحال اسم القناه وغيبان ليه لا فوتو ديالي شكرا لكم بزاف 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 كنبغيكم بزاف تصبحوا على خير نتوما غادي تنعسوا انا دابا غادي نمونطي تصبحوا على خير انا عند الوعد ديالي غدا غيوصلكم لا فيديو كنبغيكم بزاف ما حالكم يعني خطيكم ليت بحال وشت انا بحال وصلت يعني ساليت باش ندير معكم لا فيديو باي باي